الحق يا هشامي، الحرامي اللي سرق عربيتنا باعها الحرامي تاني. زعلان عليها ليه يا مصطفى؟ في 60 ده هي عربيتنا، دي عربية الكمون. المهم ان احنا ما اتسرقناش. اشرب الشاي. اقسم بالله لو كل هيعملوا معاملة احسن من كده. انت يعني مستني ايه من حارة الحرامية؟ كويس انهم ما سرقوناش اصلا. وبعدين ما هم جايبين لك شفاطة اهي مع الشاي. فين دي؟ اهي. ما كيف اول كوبايه شاي بالشاليمو في التاريخ. الان انا على البت يا مصطفى مش مرتاح للناس اللي فوق دول، بيعاملوها بطريقه كده. ايه ده، انت مش كنت لابس حزازات يا مصطفى؟ ما هي ايه ده حزازات يلا مش مهم، كويس ان هي بتيجي في الحزازات، المهم انت تفوق يا جيمي. البت سحلتك يا جيمي، وشنطه الفلوس اتسرقت، والكموني هيقتلنا يا جيمي. جيمي انت مش كنت لابس جاكيت؟ ايه ده؟ فين الجاكيت؟ مش مهم، كويس انها جت في الجاكيت. البت ملهاش حد غيرنا يا مصطفى، واحنا رجاله ما ينفعش نسيبها مع الناس دي لوحدها، بيعاملوها. ايه ده؟ انت مش كنت لابس فانيلا حمراء يا مصطفى؟ رقم 8. ايه ده؟ الفانيلا راحت يا جيمي. يلا مش مهم، ما تيجي نمشي من هنا يا جيمي بسرعه، اقسم بالله الوضع هيبقى مهين. نحاسب على الشاي طيب؟ نحاسب مين؟ نحاسب حراميه؟ ما هتحاسبه هتمشي هيقول لك خد ياد ما حاسبتش. يلا يا جيمي. يلا. كده ما تبقاش غير حاجه واحده يا جيمي، لو اتسرقت هنبقى الترند. بص يا ريس كده، انت دلوقتي معاك النضاره ومعاك الساعه، ادي المحفظه بتاعتي والموبايل، بس ده تاخد بالك منه بقى عشان عليه صور بالشرطه في البيت، يعني انت مش غريب خلاص. ماشي، خد بس القميص عشان بس سلمتك كل حاجه. هستاذنك بقى لو يعني من كرم اخلاقك تسيب لي البنطلون، لان ده قديم كده كده و32 ما يلبسكش. شكرا، بعد اذنك. خد راح فين؟ ده ايه ده؟ ده وصل. ده عشان استرد حاجه خلال 14 يوم؟ لا حلوه. لا ده الحمايه، ده عشان لما حد يجي يقلبك توريه الوصل ده فيعرف انك اتقلبت. ده نظام حلو قوي، ده زي الكارته كده. حلوه. ضحكونا معاكم يا رجاله، اللمه حلوه. بيسالنا يا سيدي على الوصل، قلت له ده زي الكارته. لا لا حضرتك، ده الافيه بتاعي والله، انا اللي قايله، هو ده سرقه مني والله. لا ما احنا هنا بنسرق افيهات. برضه حضرتك هو كان افيه وحش اصلا.